فني أخلاقي وتنظيمي عالي المستوى، صعدت 60 صبية من الكورال المدرسي بمؤسسات الإمام الصدر على مسرح بيير أبي خاطر ليقدموا برفقة الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية أمسية موسيقية مميزة بقيادة المايسترو أندري الحاج. اللي بيميز هيدا الكورال إنه يتحرك، مش كورال جامد ابدا، يعني اللي عم بقول لك اياه الناس راح يشوفوه بيتحركوا على الايقاع، بيعرف امتين بيلعبوا بالارجل، امتين بيزقفوا، امتين بيلعبوا النوتات بتشوفيهم بايديهم، يعني هيكون في شو كامل على المسرح الى جانب الاوركسترا. الكورال مؤسسات الامام الصدر كورال ممتاز على صعيد لبنان، اخذ المرتبه الاولى على كل الكورالات المدرسيه، فحلو الواحد يسمع له. تدريب مكثف استمر لأشهر، قدر الكورال بإحياء أمسية استثنائية قدموا فيها أغاني أصيلة وصعبة. الكورال اللي قلنا مقدم كتير بمسابقات على مستوى لبنان، يعني طالعين مرتين الأوائل على لبنان بمسابقات زكي نصيف بمسرح الجامعة الأمريكية. هلأ فسمعنا المايسترو أندري الحاج اللي منحبه كلنا وحب كتير أنه نحن نشارك معه، وهيدا كتير بقوي هيك من الثقافة لهم للصبايا. تعلمنا غنى من الشيء السهل للأصعب، وكيف منطلع على الدرجات النوتات وما إلى آخره، وكمان بحب كتير الغنى وبحس حالي بس غني قدام الجمهور انه برتاح. كورال المدرسة لمؤسسات الإمام الصدر هو كل شيء بالنسبة إلي، وانا اني تقريبا شيء من صف الثالث بتدرب الكورال، يعني تقريبا اني 9 سنين بتدرب بالكورال. المقطوعات الموسيقية القديمة كانت جزء من الحفل حيث تقدمت بالصوت وحركات الجسد. نحن تفاجأنا انه شو هالشيء الحلو اللي عم بيقدموه، يعني قديش عنا نحن مواهب وما عم نعرف فيها، هلا عرفنا يعني ما شفنا المستوى الحلو، يعني مفروض تندعم هالمواهب كلها بكل لبنان. طالما في تعليم موسيقى بالمدارس، طالما بيتعلموا التلاميذ كل ما احسن، لانه كل الموسيقى ببلش انه صغار اللي عندهم احساس وعندهم بيهتموا بالموسيقى، هن من الشعوب المتحضره اللي بتتميز بوجودها. العالم الخاص للموسيقى بيجذب جمهور كبير من كل مكان وبأي عمر. نحن صلنا فترة ملحقين الأوركسترا تبع الكونسرفاتوار الوطني، يعني كان في الأرمونيك أوركسترا ولا الأورينتال. الموسيقى بتروق النفس، بتبعدك عن الأجواء، عارف الجو السياسي بالبلد. كتير بنحب الموسيقى، وخصوصي بنتي كمان عم بعلمها فيولون. عم بتعلم فيولون و يعني شرقي، والنطات كتير حلوة، وعب بلش دق شوي.